حياكم الله مشاهدينا الكرام. سيناريوهات فوق الدستور. الآن التوافقات والتخندقات اللي ربما راح تعود لنا إلى مربع المحاصصة اللي ما كان يأمل به الشعب العراقي بعد أن أراد انتخابات مبكرة. سيناريوهات أيضا التحركات الإقليمية والدولية بالداخل العراقي، غير صراعات المجمع الشيعي على رئاسة الوزراء في ظل مطالب سنية وكردية تملأ الإعلام الآن واضحة وصريحة. من يقبل بالشروط نحن معه، وهذا معيار طبعا الانتخابات والما صار من خلال النتائج. غير أنه لأول مرة بتاريخ العراق في ظل مآسيه وفي ظل بحر الدماء وفي ظل مجاعة 91 وأيضا مفخخات والأربعاء الدامي والثلاثاء الدامي، لم نشهد تصريحا واحد لمجلس الأمن الدولي. اليوم مجلس الأمن يبارك نتائج الانتخابات. في ظل هذه التحركات الخطيرة نحتاج لقراءة الواقع العراقي. لذلك خلوني أرحب بضيوفي الكرام. سيكون معي أيضا السيد أحمد الأبيض عبر خدمة سكايب، السياسي العراقي المعارض، وأيضا الأستاذ محمد الطائي النائب السابق والسياسي المستقل. إذا كان يسمعني أستاذ محمد أرحب جنابه. أسمعك، شكرا جزيلا، حياك الله، تحية لك والضيف الكريم والمشاهدين. الله يحفظك. بما ينضم ويانا أستاذ أحمد نبدو يا جنابك أستاذ محمد وأسأل سؤال. هل الآن رجعنا إلى السيناريوهات اللي تطبخ بالكواليس فوق الدستور؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك مرة أخرى والمشاهدين الكرام. يعني الصورة الآن لدينا مجموعة من البيوتات، هذا المصطلح الآن صار الرائج في وسط الإعلام. لدينا بيتان شيعيان وبيتان سنيان وبيتان كرديان. هذه البيوت الستة بالإضافة إلى الغرف الصغيرة الأخرى التي ربما تشكل لاحقا أو الآن بدأت تتشكل من قبل المستقلين وغيره. يعني البيوت الستة هذه هي محور، نعم، تصور هكذا محور تشكيل الحكومة، نعم، المقبلة. طيب. يفترض هكذا أن يعني سأكون سعيدا جدا لو اتفق كمواطن عراقي، نعم، لو اتفق البيتان الشيعيان على مصلحة بين قوسين هذه الكلمة الشيعة في الوسط والجنوب وحتى طيب. في الشمال هناك شيعة في كل مكان. أقول لو اتفق البيتان الشيعيان على مصلحة الشعب العراقي سوف لن يكون هناك مشكلة في ما ورد في مقدمتك القصيرة المقتضبة الواضحة. طيب. موضوع المحافظة، موضوع الإشارة للمحافظة. صح. وهي الحقيقة المحافظة هي مشكلة ذا عضال، أنا من وجهة نظري شكونا منها كثيرا وما زلنا نشكو وسنشكو منها لاحقا إذا تم تشكيل الحكومة بناء على يعني المحافظة عدد المقاعد يقسم إلى الوزارة إلى 10، رئاسة الوزراء إلى 30 أو 35، هاي مشكلة الحقيقة. صح. وكذلك البيتان السنيان أو يعني والبيتان الكرديان أيضا نطلب منهما يعني المطالبة بحقوق السنة والمطالبة بحقوق الكرد وليس المطالبة بحقوق الكتل السياسية، إذا تفهم قصدي. صح، واضح. أريد من المشاهد أن يفهم ماذا أقصد بذلك. يعني أتمنى على هذه الكتل أن تثبت ذلك فيما يشبه القانون. كنت وما زلت أتمنى، حاولنا في عام 2014 أن نثبت شيء اسمه قانون تشكيل الحكومة. شنو يعني قانون تشكيل الحكومة؟ أن نذهب إلى طريقة أخرى غير المحافظة في تشكيل الحكومة، وسأضرب مثالا سريعا على ذلك. نعم. في التصويت على سيد رئيس الجمهورية باعتبار تعرف أنها هي من خصة الكرد. نعم. وهذا أمر تم يعني المضي به منذ عام 2005 و2006 و10 و14 في عام 2014، ولكن كان هناك محاولة من قبل 15 أو 16 نائب، أنا من بينهم. طيب. بأن يقوم السيد أحمد الشلبي الله يرحمه بترشيح نفسه باعتبار أن الدستور يسمح بذلك، أن يرشح نفسه يعني من يجد في نفسه الكفاءة لرئاسة الجمهورية ليتم التصويت عليه داخل مجلس النواب، وقد تم ذلك باعتبار أن يعني النظام الداخلي لمجلس النواب لا يمنع أحدا من أن يرشح نفسه لتولي هذا المنصب حتى الآن. يعني الآن ممكن غدا بعد غد إذا أريد واحد من
الأخوة في الفائزين من المستقلين في امتداد أو غيرهم مثلا يرشح نفسه. واضحة هاي أستاذ محمد، بس أنا أرد فد سؤالك عن الانتخابات، شلون نشوف السيناريو الانتخابات اللي صار؟ احنا كنا نريد مخرج بانتخابات مبكرة، هسه رحنا المخرج احنا لو رجعنا الأزمة. لا هي أي. يعني أساس تشكيل الحكومة بطريقة تقسيم الأعداد هي أزمة. لماذا أزمة؟ أنا قلت أشرت والآن أؤكد على أن الأزمة ستكون مستمرة إذا تم تشكيل الحكومة بناء على العدد. يعني أنا عندي في عزم وتقدم مثلا مثال 50 مقعد مجموعهم أو 55 مقعد مثال. نعم. فمن حقي مثلا 4 وزارات، هذا التخصيص 4 وزارات لهذه المجموعة، ومثلا 4 وزارات أو 5 أو 3 للأخوة في كردستان باعتبار رئاسة الجمهورية له، فالباقي رئاسة الوزراء وبقية الوزارات لهذا التحالف الشيعي أو الكتلة. أنا أردت أن أقول أنه إذا تم يعني تشكيل حكومة بهذه الطريقة فهذه مشكلة الحقيقة. طيب. ستكون مشكلة لماذا؟ لأن هذا المهم، لأن الموازنة التي سيتم التصويت عليها ستذهب للوزارات والكتل ولا تذهب للمشاريع التي ينتظرها الشعب العراقي. هذه هي المشكلة، وبالتالي كأنما هذه الكتلة وتلك تريد أن يكون لها وزارة في هذه الحكومة حتى تعرف أنت ما معنى الوزارة ومعناها عقود ومعناها يعني كومشنات، وبالتالي سنذهب إلى موضوع التظاهرات في الجنوب وهذا الذي يعاني منه. النقطة الأهم في قضية التشكيل الحكومة، لا أدري لماذا هاي مشكلة، لماذا في كل مرة يكون هناك صراع عقلة سياسي، وهذا أمر طبيعي، ولكن أن يتم يعني وضع الشروط من قبل الكتل الأخرى على البيتين الشيعيين، الكتلة الأكبر الفائزة الأخوة في التيار الصدري والكتلة التي تحاول أن تكون هي الأكبر من خلال مجموعة تحالفات تذهب إلى مجلس النواب لكي تعلن عن هذا الموضوع. لا أدري لماذا لا يعني لا تضع هاتان الكتلتان الكبيرتان شروطهما على بقية الكتل، من أجل لماذا تضع الكتل الأخرى شروطها وليس هناك شروط لهذه الكتل اللي هي تمثل النسيج الأكبر للمجتمع العراقي. هذا هو يعني هذان الشرطان إذا تحققا سنكون في أمان في قضية التشكيل. بس أستاذ محمد، أستاذ محمد أنا آسف للمقاطعة، بس أنا من أشوف الآن أنه من يرمي الآن الكرة أنه أنا أريد إقليما في الأنبار، هسه من حيث الدستور هسه معاه ومعاه، بس الآن أكو تلويح بالإقليم، الآن أكو تلويح من الطرف البارتي علني يقول لك أي ورقة تفاوض تجينا من بغداد مشروطة بكركوك، جيب لي حلها هاي شلون؟ الحل هو داخل مجلس النواب بالتصويت. إذا افترضنا أن الحكومة ستشكل فعلا داخل مجلس النواب بالتصويت، وسأقترح يعني هذا ربما ليس لأول مرة، أنا هاي المرة الثانية أقترح أن يكون التصويت بشكل سري داخل مجلس النواب من أجل التصويت على الوزارات، سواء كان على الوزراء واحدا واحدا أو على مجموعة الوزراء الذين سيتم تقديم أسماءهم من قبل رئيس الوزراء. أقصد بذلك إذا كان التصويت سريا نستطيع أن نتخلص من هيمنة قادة الكتل بقضية فرض شروطهم كهذه الشروط التي ذكرتها حضرتك. بالتالي يعني إذا ذهبنا إلى هذه الطريقة لا تستطيع هذه الكتلة وتلك أن تفرض شروطها في قضية تشكيل الحكومة، لأنه لا توجد مادة دستورية تشير إلى ذلك، ولا يوجد صح. قانون يؤيد ما تريده الكتل السياسية، لكن هذه تفاهمات سياسية من أجل موضوع الاستقرار، وكأنما إذا ذهبنا إلى هذه المحافظة يستقر، وإذا لم نذهب هذا يراد هكذا أن تكون من الرسائل، لم نذهب إلى المحافظة معناها الشارع وهذا يؤجج، وبالتالي نذهب إلى مصادمات، وهذا الحقيقة يؤدي إلى خراب البلد وخراب الشعب. بس أنت الآن أستاذ محمد عندك خطين دي يشتغلون، خط الإطار التنسيقي الشيعي اللي ممثل بهادي العامري والحكيم وسيد نوري المالكي، والخط الثاني اللي هو خط الكتلة الأكبر اللي هي الكتلة الصدرية، وذهابها إلى حسب ما يقال أنه عابرة لموضوع الطائفية والمحاصصة. فإحنا أمام صراع، يعني مو أمام ممكن توافقات بعد المصادق على النتائج أن نمضي بحكومة. إذا دقق حضرتك دكتور قطي والمشاهدين الكرام،
منذ عام 2006 و10 و14 وحتى 18 عادة غالبا لم يكن رئيس الوزراء من يعني الكتلة التي حتى التي ذهبت وشكلت الحكومة أو يعني توافق يمر صح دائما بالتوافق ودائما بقبول شروط الكتل الأخرى. لا أدري لماذا أقول لا أدري لماذا الطرف الشيعي يبدو لي هكذا سيقبل كما قبل سابقا بكل الشروط الأخرى. وأقصد بذلك أنه تلاحظ حضرتك في عام 2010 مثلا السيد إياد علاوي كان أعلى الأرقام لكن السيد المالكي هو الذي أصبح رئيس الوزراء. عام 2014 السيد المالكي بدورة القانون كانت أعلى الأرقام لكن حيدر العبادي هو الذي جميل أصبح رئيس. أنا راح أعود لك أستاذ محمد بس خلي نرحب بالسيد الدكتور أحمد الأبيض. أستاذ أحمد أرحب بجنابك إذا كنت تسمعني السياسي المعارض أهلاً. العراقي شرفتنا دكتور. أهلاً أنت الشرف دكتور يعني تحياتي لك وضيفك دكتور محمد الطائي دكتور ذكرت جمهورك الكريم. أخلي أبدي وياك بموضوع مباركة مجلس الأمن نتائج الانتخابات. كثير من أشكل على هاي المباركة وقال لك وين مجلس الأمن عن القضايا اللي كانت تحدث بالعراق من 91 الحصار اليوم كذا ليش المرة أكو خطاب لمباركة حكومة وشرعيتها وإلى آخره. طبعا مرة أخرى أجدد التحية لك دكتور وضيفك العزيز وأنا نتابع طروحاتك الحقيقة وأنت ليس أنا أكثر يسموني أكثر من يذم الآخرين على مستوى الإعلام والسياسة ولكن أشيد وأتمنى أن تستمر. الله يحفظك حقيقة الحقيقة لأن أنا أريد الإعلام العراقي والدكتور محمد هو مختص أن يتخلص الحقيقة من هذه التبعية والذل وعدم المهنية اللي أوصلت البلد الحقيقة. فأنت حضرتك وأمثالك ممكن يعيدون الأمل بأنه الإعلام العراقي ممكن أن يكون في وضع الحقيقي ليعالج قضايا البلد ومنها هاي القضية اللي نعيشها ونحن كمعارضة الحقيقة كمعارضة حقيقية ليست معارضة شكلية أو معارضة الأحزاب أو معارضة الجهات أو لما طرحنا فكرة إسقاط نظام الميليشيات شوف تحديدا لا نقصد به ترى إساءة لجهة أو حزب أو كذا نقصد كل من يريد أن ينتزع الحق أو يثبت الحق بالقوة بقوة السلاح. الكاميرا دكتور بس كاميرتك طفت يعني حتى تكمل حوارك العفو. العفو نعم تفضل أكمل فكرتك. أقول قوة الحق وقوة القانون وليست قوة السلاح. هذا هو السلاح يكون في الدولة دفاعا عن مصالحها وهذه تري هذه مفاهيم كونسبت هذه مكان مفاهيم. أقول سؤالك لذلك إحنا من ما دخلنا يعني في الانتخابات حتى في نقاش شوفني أنا هم ابتعد عن الإعلام الحقيقة لأنه الانتخابات إحنا كنا نعتقد ومشخصيها راح تسوي هاي المشكلة وما راح تنحل وهنالك شرخ حقيقي صار ليس أقول داخل الوسط الشيعي الوسط الشيعي مجتمعي بحالة أخرى غير اللي الوسط السياسي هنا. أولا هذا ليس قرار مجلس أمن حتى لا يكون هناك خضوع للعملية في هذا الاتجاه. هنالك بيان صحفي صدر على هامش جلسة في مجلس الأمن هذه الجلسة كانت يعني قبل يومين تتعلق بموضوع اليمن وقضايا أخرى يناقشها مجلس الأمن ولكن خليك شوف لك هاي المعلومة وانت تحب هاي المعلومة كصحفي بطلب من بلاسخار طلبت من مجلس الأمن أن يعني يندد بالتهديدات اللي ظهرت من خلال بعض الفصائل بعض الشخصيات. هذا التهديد اعتبره يعني مس الأمم المتحدة ولذلك حتى يوصلون الرسالة للمسؤولين يعني في العراق عن الفصائل وغيرها. فجوي سوى صيغة بيان حقيقة بالتمهيد مالته المقدمة مالته البرزنتيشن مالته أنه يتعلق بالانتخابات ولذلك ماكو إشادة لا بنزاهتها ولا بنسبة المشاركة ولا كل شيء. ليش تبنوا دكتور مو تبنوا؟ مو اللي بايقله فوق يريد له بس وحده معكو شرعيه يسوي لك خلا اقول لك هو ترى حتى الخسران هم بايق بالمناسبه باق قبل وهسه خسر وهسه الغالب هو تدري زين فهذا حتى بس عفوا يعني حتى ما ضيع وقتك والنقاش يصير علمي. فهذا البيان تدري اي بيان يصدر صحفي وليس قرار للأسف حتى بعض الجهات وكالة الأنباء العراقية ما أدري يسموها عاطت وياه على أساس أنه قرار
اولا اكو قرار هو 2576 اللي هو 25/7/76 اللي هو صدر في تموز من العام الماضي يتعلق طيب. بالانتخابات العراقيه، بعد ما كنت قرار جديد. اقول هذا البيان الصحفي كان في مقدمه اشادت بالقضايا الاجرائيه، شوف جنابك دكتور النص عندك الانجليزي والعربي أي. تقدر تشوفه، واشادت الحقيقه بانه الحكومه وفت بوعدها وصارت انتخابات بيسفولي، استخدمت ثلاث مرات بيسفولي كلمه يعني بسلام، مره ان فايلتد يعني ماكو عنف، ما صار عنف بالانتخابات، وبعدين اجى استخدم كلمتي مرتين ما ركزوا عليها الجماعه او بالترجمه غيروها حتى وكاله الانباء العراقيه، وهذه من يمك وصل لهم اياه، يقول لهم لو تترجمون صحيح لا تشوشون على الناس، لو زين. تشتغلون هذه، فقالوا يجب ان تكون اتباع الاجراءات البيسفولي، اوكي البروسيجر، انه لازم تتبعون الاجراءات السليمه او السلميه في حل الخلافات. هم ايش قالوا الجماعه؟ يما قالوا اتباع الاجراءات القانونيه. صح. وهاي تختلف عن تلك، مو صحيح؟ صح. اساني لك صح، صحيح؟ ايه. حتى الناس يقولوا احنا نشوش فعلا. زين. هذه تحول كبير، يعني تغيير كبير في المعنى. اي واحده. بعدين اجوا وقالوا يجب ان تشكل حكومه بيسفولي ايضا. ها؟ بطرق سلميه. ها؟ معنى ذلك شنو؟ معنى انه راح اكو احتمال تشكل حكومه بطريقه غير سلميه. مو صحيح؟ صح. وليش يقول هاي العباره؟ وبعدين طالب الحكومه العراقيه هسه ما ادري هذه او اللي راح تشكل، طالبها بست نقاط اخرها ان يكون هناك حكم رشيد، بمعنى الحكم الرشيد، وان تكافح الفساد و الى اخره، وان تكون حكومه شامله. كلمه كومبرهنسيف معناها نانا تعني دكتور، يعني عفوا مو معنى اللغوي للمفرده، مو الفوكابلري، مو المعنى اللغوي، لكن المعنى المفهوم الكونسبت لهذه الكلمه، انه تكون شامله يعني تجمعهم كل الاطراف. يعني راح نرجع لسيناريو 18. هذا بيان مجلس الامن حتى اعطيك اياها وتتناقش عليها. جميل. يعني فالمكيف ويطبل هذا يريد له شغله معكم. اي هاي تفصل. زين بس قبل لا اروح للاستاذ محمد، انت قلت اشاره، قلت هاي هذا البيان اللي على هامش الاجتماع اجى من بلاسخارت، يعني من دعوات من بلاسخارت، شلون؟ نعم نعم نعم، وهي ولا ما راحت الاربيل، واكو برقيه يمكن جنابك شفتها طلعت، وهي البرقيه أي. حقيقيه طالبين انه تنزل سي 130 تنقل كل موظفي الامم المتحده الى اربيل، فاعتبروا هذا جاء نتيجه التهديد اللي صار بعد ما صار الاعتصام باب الخضراء، واعتبروا هذا المعتصمين احكي بصراحه هنا في نيويورك اعتبروهم هم الميليشيات، وانا تدري واضح وصريح من اتحدث ما اجامل احد، من كنت في العراق الى ان طلعت بسبب التهديدات. اقول وبالمناسبه اليوم احد اهم الناشطين عندنا ترى الاخوه اللي بالمعتصمين ماخذيه كنا من الحشد، الاخ باسم الزعاك، اتمنى انه تساهم بصوتك ان يطلق هذا ناشط مدني. انا معك ان شاء الله يطلق صراحه، وراح نبقى ننادي بصوته، راح ارجع لك دكتور احمد. لا عفوا، هذا الرجل ما عنده شيء، هذا رايح ماخذ كاميرته وده يصور، اوكي، فلا تسوي لكم اعداء في هاي المرحله، طلعوا للرجل، يعني رجل ناشط مدني مهم قديم معانا، احد اخوان. احسنت استاذ محمد، ابقى بهاي السيناريوهات. الان اذا افترضنا افتراض انه التلويح باقليم الانبار تحقق، ممكن راح يصير عندنا اقليم البصره سريعا بما انه تطالبون به؟ شكرا جزيلا، تحيه لضيفك مره اخرى والمشاهدين الكرام. هو كنت اتمنى على الاخوه، كان عندي اتصال بينهم بين الناشطين في الانبار، واشرت عليهم ان يعني يحذفوا كلمه السني، لانه لا يفترض ان يكون هذا الاقليم وهو حق دستوري حسب الماده 119 من الدستور وطبقا للقانون رقم 13 من سنه 2008، من حق اي محافظه ان تصبح اقليما باحدى الطريقتين، مجلس المحافظه او 10% من الناخبين، لكن كنت اتمنى عليهم حذف كلمه السني باعتبار هذا سيخصص يعني هذا الاقليم بمجموعه وطائفه معينه، وبالتالي سيصبح طائفيا، ان شاء الله ينتبهوا الى هذا الموضوع. اما في موضوع اقليم البصره، فاقليم البصره يعني قضية دستورية، علما أن هناك موافقة صدرت عام 2015 بناء على أن الناس هم الذين قدموا طلبا وفي تواقيع تم التأكد منها، وأصدرت المفوضية في مجلس المفوضين قرارا ب 19/8 عام 2015 قرارا واضحا في ثلاث فقرات الموافقة على أقليم البصرة، وكذلك يعني تخصيص مبلغ مالي للاستفتاء، و
تشكيل يعني وفد لمخاطبه رئيس الوزراء من اجل تنفيذ هذا الموضوع، عطلت رئاسه الوزراء والكتل السياسيه بالتأكيد. هو طين المرحله المقبله مرحله تقاليم؟ احسنت يا ريت. انا من وجهه نظري يعني الشخصيه والدستوريه والقانونيه وخبره حياتي اللي قضيتها في 23 سنه في الغربه قبل 2003 يعني اكدت لي ان هذا النظام نظام راقي ومتحضر ومتطور، وهناك 91 دوله تدير امورها بهذا النظام، نظام الاقاليم في المحافظات، يعني لكل محافظه ان تصبح اقليما، وهو نظام حقق التعليم والصحه والزراعه والصناعه والتجاره، وهذا ما نريده للبصره ولغيرها. بمعنى انه عندما تذهب الكتل الان وتناقش بين قوسين، اتمنى عليها يعني ساكون سعيدا جدا الحقيقه لو ان البيتين الشيعيين اللذين تحدثنا عنهما يذهبان للحديث عن الزراعه والصناعه والتجاره والاستثمار بدلا من الحديث عن المحاصصه في هاي الوزارات. من الاحاديث التي سمعتها في عام 2014 وكنت الحقيقه ما ادري متشائما مندهشا متعجبا، مثلا اسمح هاي دكتور قطي والاستاذ ضيفك الكريم، مثلا هاي الوزاره لكم، فوكاله الوزارات مالتنا، وهاي السفاره في واشنطن لكم، السفاره في واشنطن في لندن مالتنا، والسفاره في هذه هاي إلنا حصتنا. تخيل الحوار يدور بهذه الطريقه، وتخيل ان هذه الحوارات التي ستكون يعني تشكل بعد المصادقه على النتائج ستتحدث عن عدد الوزارات ووكلاء الوزارات و50 درجه و60 مدير عام و70 وكيل وزير، وهذه المشكله الحقيقه يعني معيبه جدا بحق هذا الوطن اللي موازنته 100 مليار. جميل. واللي شعبه ينتظر التعليم والصحه وينتظر الزراعه والمشاريع الزراعيه والصناعيه، وهناك ب 30 ثانيه بالضبط هناك مشاريع مقدمه من قبل المنصه الدوليه اللي فيها مجموعه خبراء من العراقيين، سواء كانوا الان قسم كبير منهم في العراق وقسم كبير منهم في اوروبا تحديدا في اسكندنافيا وفي بريطانيا، قدموا عشرات المشاريع في الزراعه والصناعه والتجاره والاستثمار والموانئ وغيرها. مع الاسف هناك اهمال والتركيز مع الاسف يتم على عدد الوزارات وعدد المناصب ومجموعه اتباع ومريدين عينوني بهذا المكان، وهذه مشكله كبيره الحقيقه تؤدي الى تخلف البلد. صح. وتنقله من سيئة. صح. دكتور أحمد، أريد أسأل سؤال عن الأمن المعلوماتي وأمن الانتخابات. إذا القوى السياسية الآن والإطار التنسيقي وباوع الحكمة العبادي كلهم يتحدثون بأنه هاي الانتخابات مرفوضة وغير نزيهة، ليش راحوا وسلموا ملف الانتخابات إلى حكومة مصطفى الكاظمي إذا هيك ما عندهم ثقة أصلا؟ شوف، راح أقول لك قضية في غاية الأهمية. يعني السايبر أتاكس هذا طبعا الموضوع هو علمي حقيقي قديم، في نفس الوقت إحنا وصلنا متأخر. أطلق عام 2015 أهم مؤتمر عندما وصل بومبيو إلى عام 2017 عندما وصل بومبيو إلى وزارة الخارجية، كانت أول سفرة إلى مهمة. إحنا ما نتابع للأسف، إحنا بس ملتهين بالسب وبالغلط وباللطم وبالحسين والكذا وكل افتراء. الحسين ليس بحاجة إلى لطم، الحسين بحاجة من يمشي على منهجه. أوكي، هذه قصة كل أمة عندها تراث، عندها لكسي، عندها أبطال، تختار أبطالها وتضعهم في أذهان أطفالهم حتى يسيرون على منهجهم. احنا شوهنا حتى كل هاي المعالم، ولذلك هي هذا المدخل تحدث عنه الدكتور محمد. يجب تخليص اول مره العقليه البشريه والاراده البشريه من هذا الامتهان والتخلف. طيب. لذلك انت ذكرت موضوع السايبر. عند 2017 تحقق مؤتمر، طبعا العراق ما يروح يشارك فيه، يروح يشارك له مؤتمر ما ادري الدعوه الاسلاميه، ليش؟ هو الاسلام بحاجه الى دعوه، هو بحاجه الى تربي الانسان وتوكله والشر يعوف المعلومات. اي اي هسه هذا هو هسه صاحبنا هذا الخامط له 70 مقعد، يعني هو شو مسوي؟ هسه هذا بيطبون عليك القناه، وشو مسوي؟ بالتجهيل. احنا ما نخاف من عنده، احنا ببغداد كنا ننتقده ترى بوجهه زين، بس للاسف الاراده الامريكيه واقفه وراه، الاراده الايرانيه واقفه وراه ودمرت البلد. هو وجماعته ثلاث ارباعهم عصاب شيعي يقتلون بالناس، قتلوا شمره ورا السده، ما حد يحكي، مشكله ما حد يحكي، حتى ذولا متجمعين يم الخضراء، شنو شغلكم انتم؟ هو عصاب شيعي زين، وبيناتكم انتم دمرتوا البلد ووصلتوا لهالمرحله هاي، فكافي. فلذلك اقول هذا الامن السيبراني الامن المعلوماتي. يعني شو تقصد انه التزوير وين وصل؟
اذا افهم من جنابك. حبيبي حبيبي اليو اس بي، هذا اليو اس بي راح اقول لك معلومه مهمه. اليو اس بي خمس تجارب سووا، خلي يتحدى مصطفى الكاظمي زين، ولو احنا بنوصل يمه بدنا شغل به، لانه عبانا به شويه باقي رجوله. هسه فرصه عندك انت تشيل كل القش الحراميه والعصابة وضربهم جوا، ما حاط لك اربع مستشارين هم نشاله، واحد من عندهم مساهم بهذا التزوير مال الكتاب استاذ. هاي زينه، هاي زينه. منو اعطيناه حصري استاذ احمد دكتور احمد؟ منو اللي مساهم بعمليه التزوير؟ مهند نعيم؟ لا 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 مو هذا، لا واحد عنده اخوه شغال بامريكا زين، اخوه مشارك بهذا الكتاب مال التزوير الدازي لحيدر العبادي، عين رئيس مخابرات اساسا من السي اي صادر الكتاب مال واثق الابراهيمي. اكو واحد حكم هنا مترجم بامريكا، اي خطيره هاي. اي يقول له عين الكاظمي على اساس السي اي اي داز الكتاب، طالبه من ماكو دوله بالعالم كلها السي اي اي داز كتاب الحيدر العبادي رئيس الوزراء، تقول له عين الكاظمي مدير مخابرات والعبادي يتبناها. شايف لك هيك دوله؟ سامع لك هيك قانون بالعالم؟ هذا رسمي دا احكي لك، طب على الدي او جي اللي هي وزاره العدل الامريكيه. إيه ليش تلوم الان اللي يحكي عن تزوير الانتخابات استاذ احمد؟ ليش تلومهم؟ مو دا اقول لك اذا هاي تمشي بال 2015 طبعا كل شيء كلاوات، كل شيء انتخابات كلاوات، فهاي حصلت ذاكره اللي يحكون عنها، خمس تجارب سووها فشلت بحضور الكاظمي. هاي هسه قبل الانتخابات، اخر تجربه كانت يمكن يوم 12، والتقارير كلها تقول عصا الذاكره اللي هي اليو اس بي، هاي اللي يسموها العصا الذاكره. هذه كلها فشلت، اولا بطريقتين، فشلت في حمايه نفسها ان تحميها من التدخل من الهاكرز، اوكي؟ وفشلت في ارسال المعلومات للساتلايت. تعرف شنو؟ هاي اثنين. فش قالوا الجماعه؟ قالوا اذا هاي ناخذ اليو اس بي ناخذ نسويها مانيوال، ننقلها مانيوال، تعرف شنو؟ يعني نسحبها من الكمبيوتر ونحطها في صندوق ونوديها. زين. كوبي ودع البزون شحمه، تعرف شنو؟ فهم كانوا متفقين، خل اقول لك الجماعه كلهم، لا حد يزعل من عندنا، كلهم متفقين كانوا، هاي مالتك هاي مالتي، بس اكو واحد اخذ الطوبه وطلع بها قبل، تعرف شنو؟ حقيقه الامر هيك صار، هاي حقيقه الامر، كلهم كانوا متفقين. بس يعني اللي اخذ الطوبه وطلع قبل استاذ احمد، يعني هسه خلينا نحكيها واحد تروح للاستاذ محمد، الان النتائج هذا اكو ليفل الان. الكتله الصدريه يقول لك انا حشدت وجمهوري موجه وراح انتخبني وعندي 600 الف صوت وجبت 73 حقيقيه، انت الان تشكك بكل النتائج؟ لا 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 لا، انا ما اشكك في النتائج. التيار الصدري شوف اللي خدمه قضيتين، المقاطعه الشعبيه اللي سواها الشعب العراقي خدمته، لان هو عنده جمهور منظم، هو بالعكس اصلا اذا تجي احصائيا ستاتستيكلي باو عيني، بس هنا من يا ستاتستيكلي جيب ولقم، هو خسر 700 الف صوت تدري عندك الانتخابات، هسه سوي يلا الله يسوي تحليل، هو 700 الف صوت راحت من عنده تدري لو ما تدري ها، يعني خسر بالاصوات لكن فاز بيش بالمقاعد، هاي تختلف عن هاي، معناها شعبيته نزلت وياي ها. نعم. فاقول الان ال 70 مقعد هي مو 7 ملايين صوت، هي ما مسويت لك كله 600 الف صوت، تعرف شنو؟ بلحاظ انه اذا هاي 100% ماكو تزوير، اذا خلينا بها نسبه تزوير، يعني التيار الصدري جمهوره ما يتجاوز 300,000، وانا قايلها، هذول هم الموظفين مال الدوله، لان هو عنده 200,000 موظف، ما يجي قطع الراتبه، ما يجي للصلاه قطع الراتبه، خليني اقول لك الحقيقه. تنظيميا هو اقوى، الجماعه اعتمدوا على عده قضايا، هاي العده قضايا فشلتهم، تعرف شلون؟ ولذلك اقول يعني ما اهتموا موضوع الدواء. اقول هنا النقطه المهمه جدا، انه هاي الانتخابات هي كانت هناك اتفاق شيعي شيعي سني سني على توزيع المقاعد، ولكن اكو طرفين عند الشيعه والسنه وتحديدا الحلبوسي والصدريين لعبوها بطريقه اخذوا المقاعد الاكثر. ممتاز ممتاز ممتاز. من ارجع لك استاذ احمد، بس قضيه الصلاه قضيه عقائديه، لان الناس يعني يؤمنون بقضيتهم، وايضا اكو جمهور موجه. انت بالعراق استاذ احمد. اي انا ما قلت الصلاه عقائديه، اقول اذا ما اجى للصلاه قطع الراتبه، هو رايح للصلاه طيب. بس تمرض، ما الله يقول اذا تمرضت. هاي هسه لو حاط لي اياها بحزب الدعوه بخانه حزب الدعوه اقول لك ايه، من ارجع لك استاذ محمد. الان سقف المطالب بالنسبه للجناح السني والكردي مختلف تماما عن 2018، مناصب ووزارات وامكانيات، وخلوا الشيعه راس براس. نعم. هنا السؤال، هل سيخضعون؟ نعم.
بس ملاحظه سريعه دكتور لموضوع السايبر اذا تسمعني. تفضل. تعرف في قضيه نقل المعلومات حضرتك الان تبث على اس ان جي. الاس ان جي يحتاج لهوست وهو نفس الطريقه التي استخدمتها منظمه الانتخابات في نقل المعلومات. وين يكون هذا السيرفر موجود؟ يعني احنا لما كنا في الفيحاء كان عندنا يعني ترددين بالاضافه الى نايل سات، هناك كان لدينا ترددان. نعم. الوسيط. نعم الوسيط. ليش؟ لانه واحد تنقل به لتنجي من بصره وبغداد الى سليمانيه الهيد كوارتر المقر الرئيسي ثم الى نايل سات. نعم. لما كان السيرفر، لانه تدري هذا ما موجود في العراق، كان 2004 و5 و6 ما كان بالعراق. لما كان السيرفر خارج العراق، وبالتالي علما السيرفر يستطيع ان يخترق هذا التردد كما فعلت البحرين في حلقه من حلقات مولد الامام المهدي في 13 شعبان واخترقت الهاتف. الامر نفسه ينطبق على اختراق السيرفرات، عفوا اختراق المعلومات. نعم. من خلال وجود السيرفر خارج سيطرته. فانا اقترحت 2018 اذكر في حلقتين يعني في جلستين عفوا في داخل مجلس النواب على بحضور المفوضيه انه يا جماعه ليش السيرفر خارج العراق؟ ولماذا الاصرار على هذه الشركه الكوريه؟ على كل حال اقول من يمتلك السيرفر يستطيع، يعني تعرف انت يحتاج باسورد. كان احد الاخوه المعترضين قال لي شلون؟ قلت له عندك جيميل؟ قال عندي جيميل. عندك ياهو هيت ميل؟ قال عندي. قلت له من تغير الجيميل مالتك من موبايل للاخر تحتاج باسورد، من يبعث لك الباسورد؟ قال هو الشركه. قلت له الشركه وين موجوده؟ قال بامريكا. وقلت له تستطيع هذه الشركه ايضا ان تقفل حسابك الفيسبوك وتقفل حسابك جوجل وغير ذلك. وبالتالي عندما يمتلك السيرفر من قبل بين قوسين شركه، فمهندس الشركه هذه بغض النظر عن جنسيته ممكن اي بس يعني بس استاذ احمد صريح قال لك، استاذ محمد صريح قال لك اكو اتفاق واقعي لهذه المقاعد، وحتى على موضوع التزوير وكلها لعبه. نفس الكأس المصفرة التي يعني سقت الشعب العراقي والمشتركين بالانتخابات عام 2018، الآن سقت المعترضين اللي هم يقولون احنا هذه مو مقاعدنا. أقول الجواب على سؤالك، يعني كنت أتمنى مرة أخرى، ما زلت أتمنى على البيتين الشيعيين، مو الاتحاد وإنما الاتفاق على الأقل، لأن الاتحاد صعب جدا بسبب يعني هذه السياسات التي حدثت من عام 2006 حتى 2018، على الأقل الاتفاق على يعني استخدام الورقة الشيعية إن صحت هذه التسمية بالتلويح بأننا قادرون على تشكيل الكتلة الأكبر دون الحاجة لمن يريد أن يفرض شروطه علينا. هذه الجملة لو قيلت شفويا من قبل أحد يعني أحد قادة البيتين الشيعيين نحن سنكون في أمان، صدقني. أقول يعني هذه تجربة بسيطة. طيب. لكي تكون الوفود المحاورة بيدها ورقة تفاوض قوية جدا تستطيع أن تفرض شروطها وتملي اشتراطاتها على القوى الأخرى التي تقول ما نقبل إلا تعطونا كذا الموازنة كذا، وفيما يخص موضوع الإشارة الإقليم ولو شفويا أعلن عن هذا الموضوع لم يتم الحقيقة الحديث عنه سياسيا. طيب. أقصد بشكل رسمي لو فعل يعني فعلا اثنينهم البيتان الشيعيان هذا الامر احنا سنكون في مأمن، احنا اقصد الوسط والجنوب على الاقل يكون في مأمن. ليش؟ لانه جميل. اهل الاقليم دكتور قصي. نعم. استاذ احمد الابيض يسمعني والشعب العراقي يسمعني، صدقني الاقليم لا يتاثر لا بالمفاوضات ولا بالخروج ولا بالتظاهرات ولا لا يتاثر. لماذا لا يتاثر؟ لان حصته حسب الدستور والقانون موجوده، وبالتالي ستمنح له يعني بغض النظر عن كل هذه المفاوضات والمواجهات التي اتمنى ان تنتقل الى منافسه تنافس. جميل. بين جميل استاذ محمد. من اجل تنفيذ المشاريع. ممتاز. هذا هو. استاذ احمد ذكرت لي قضيه فريق مصطفى الكاظمي، وارد اسالك سؤال. اكو الان من يتحدث عن خطوط التطبيع صارت ترانزيت بالعراق، هل حظوظها الان موجوده بمتغيرات الصراع الان على تشكيل الحكومه؟ بس عقب على اللي دكتور محمد، احنا ما نتمنى انه السراق يرجعوا يتوحدوا، ليش؟ هو قدر الشيعة، اذا كان الشيعة في العراق اللي انتجوا
انتجوا مئات آلاف من المثقفين عبر كل تاريخهم، يجون تالي شلة من المرتزقة بضربة حظ وقدر يحكموا البلد ويخضعون الناس بالمسدسات وبالقتل نخضع لهم. لذلك احنا اعلنا كجبهة حقيقية معترف بها دولية اسقاط نظام الميليشيات، وراح استمر وياك باجابتك دكتور صحيح على انه ماذا يجب ان يكون. قدر العراق ان ينسلخ من ايران ومن الوجود الامريكي. الوجود الامريكي ممكن ان يعود مره اخرى الحقيقه، وهذا هو العقل الحقيقي السياسي اللي يفكر في بناء دوله، مو بناء كانتونات لمجموعات عصبويه تريد ان تستورث البلد الحقيقه بطريق خاطئ بسياسات خاطئه. الامريكان ممكن ان نعيدهم كشركات تبني ومايكروسوفت وغيره، وتسوي العراق احسن من اليابان. هذا ما صار لانه الجماعه ما يردون يعني. طيب الان ماكو اتفاق سياسي شيعي محدد الحقيقه، لانه الارادتين اللي كانت تحكم اللي هي المرجعيه في النجف وسليماني في طهران، والان اللي بعده اضعف، لذلك اهتز الورع الشيعي، اي هو ما كان ممسوكا وليس متماسكا، وهذا كنا مأشرين منذ سنوات. طيب اليوم السنة الحقيقة في العراق أيضا دفعوا ثمن سياسات أخطاء، جزء منهم من حمل لواء المقاومة بعدين تراجع انقلب، وجزء منهم من دخل بالعملية السياسية الحقيقة وكان هدفه مثل أنا سميتهم كفار قريش، يسوون الإله من التمر يعبدوه بعدين من يجوعون يأكلوه. هذا حال الشيعة طبعا مو حال طيب. السنة، بس السنة أكلوا الدولة من الداخل، قسم من اللي دخلوا بالعملية السياسية حتى يسقطوها لأن يعتبروها مو دولتهم اللي ببالك. والأكراد في وضعهم اللي هو اصلا في نزعه انفصاليه تراجعوا لانه المجتمع الدولي ما يعني ليش تسمي ليها اخلص العراق من دوله الميليشيات اذا انت الان تفكك لي الواجهات السنيه والقوى السنيه والكرديه؟ ليش ما تخلي اياهم بسله دكتور؟ لانه انت المفروض تجيب جامعه كامبريدج في العراق، مو تروح تجيب مع احترامي ايش اسمه تستورد الزناجيل تعلم الاطفال على اللطم. انت ما سويت، انت كنت حاكم الشيعي، القدر جاك جت امريكا سوت لك قدر وخلدك تحكم. انت كان اول ما تهتم بالتعليم من الاطفال وتبني دوله وتسوي مؤسسات، ليش تسوي ميليشيات؟ لانه في عقيدتك، انا ما اخذ جنابك، في عقيده الشيعي انه لا راي الصلاح الا رايه الامام المهدي، تدري هاي عقيده يحملها العلماني ويحملها المعمم. بس ما اشتغلوا بهذا، ما اشتغلوا بنفس الاسلام دكتور. هسه عفوا من صارت بيوت ببيلاروسيا وبدبي وكذا حبيبي وطيارات خاصه، هسه عفوا زين. كانت مشيها علينا، انا رجل من اهالي الكرات في بغداد من عائله علمانيه، خليني اقول لك اياها يعني سكولار، بس مو كفاره، لا نصلي ونصوم وكذا، بس قضيه المهدي عندنا كانت مرسخه لكن استخدموها الجماعه بطريقه اسقاط للدوله ومفهومها عزيزي. ما خلوا الشيعي يؤمن ببناء الدوله عزيزي، خلوه مكان ما يروح بجيش الشرطه لازم يروح بميليشيا. اقول احنا المفروض كان احنا المسؤولين عن العراق، احنا شيعة العراق احنا مسؤولين عن العراق، كان احنا نفرض القانون وما نخلي السني المتطرف او الكردي الانفصالي نخليه يصير في المقدمه. تعرف شلون؟ هم سحبونا استدرجونا جابوا الشيعي المتخلف خلوه بالمتقدم ودفعنا الشيعة المثقفين. هذا تحليل، وهي جزئيه، هاي جزئيه بس جاوبني عليها حتى نروح استاذ محمد. ليش احنا دائما نقدم رئيس وزراء مهلهل هش غير قادر على اداره نفسه؟ لانه لا تزعل من عندي، لانه اتي بالنطيحه والمترديه تسهل قيادته. هيك هذا المبدأ. زين استاذ محمد، ليش احنا وسط الصراع نروح الواحد مهلهل هش لا يستطيع إدارة نفسه مو إدارة دولة ويفرض على الانفصالي مثل ما تفضل الدكتور، وعلى القوى السياسية السنية يقول احنا الأغلبية والدستور هذا، وتعالوا ان قضية الوطن نشاركها بما يحقق العدالة للجميع؟ لأن شروط المناقصة لبناء الوطن غير مكتملة، واسمح لي أن أستخدم هذا التعبير أنه هناك مناقصة صاحبها الشعب العراقي. يفترض أن تنفذ هذه المناقصة على بلد اسمه العراق، موازنة 100 مليار كل سنة لمدة 4 سنوات. هذه المناقصة يفترض يعني طرفي مناقصة، الطرف الأول الشعب العراقي والطرف الثاني هو مجموعة شركات تديرها الحكومة المنتخبة. هذا هو الحديث عن طرفي المناقصة. طيب وأريد أن أفترض أن شروط الطرف الأول يجب أن توضع، الطرف الأول من هو؟ الشعب العراقي. هذه الشروط ما موجودة عفوا في هذه المناقصة. طيب. لذلك يكون رئيس الوزراء غالبا ضعيف، يكون رئيس الوزراء
توافقي، يطول رئيس الوزراء مستر يس دائما يقول نعم للكتل السياسية لأن هي التي جاءت به. يعني كان حقيقة اسمح لي أن أشير في موقف محمد توفيق علاوي وتنازله عن يعني، وذلك لأنه الحقيقة لم يوافق على شروط الكتل القاسية في قضية كما وافق غيرها. أقول شروط الشعب العراقي الطرف الأول غير موجودة في هذه المناقصة التي يراد لها بناء الوطن، يراد من خلال الأربع سنوات ومئة مليار كل سنة يفترض بناء الوطن، التركيز على الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والتعليم والصحة وكل هذه المرافق اللي هي تؤدي إلى تطور الوطن، هذا ما موجود. هذه هي شروط المناقصة. إذا كان رئيس الوزراء المراد له أن يدير هذه العملية، يدير عملية الشركات التي تديرها الحكومة وتراقبها الحكومة بشروط الشعب باعتبار الطرف الأول، راح تنجح العملية بلا شك. لكن بما أن شروط الشعب العراقي من خلال ممثلي داخل مجلس النواب غير موجودة في هذه المناقصة، وبالتالي سيكون رئيس الوزراء هذا ضعيفا، وسوف لن يؤدي ذلك إلى بناء هذا الوطن، ولن يكون هناك، واسمع هذه الكلمة مني بعد سنة، نعم، في مثل هذا التاريخ بعد سنة سوف لن تشاهد أي مشروع استراتيجي ولا متوسط له علاقة بالزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار مع الأسف الشديد. طيب. بالرغم من أن الموازنة المتوقعة 120 مليار دولار مع الأسف. طيب دكتور أحمد، الآن من أشوف الصراع السياسي، رجع لنا بس الصورة أستاذ أحمد وياك اي دكتور، من اشوف الان دولة القانون تقول لك نعيدها دولة بالقوة، جماعة يقول لك نريد دولة، الان حتى الكتلة الصدرية تقول لك انا اريد اصلاح لاعادة الدولة ولا شرقية ولا غربية، بس احنا اكو قضيتين مدى يحجون بهن، قوة المطبخ الايراني والامريكي في تشكيل الحكومة، والقضية الثانية الهيئات الاقتصادية اللي تسيطر على مؤسسات الدولة. يا خلي أقول لك الحديث الآن بمستوى الواقع الدولي. طيب. الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً في هذه الإدارة عندها مشاكل جمة كبيرة، المؤشرات تقول أنه الديمقراطيين الآن يعانوا وسوف يخسروا الانتخابات المتر الوسطية اللي راح تجرى بعد سنة تقريباً أقل، وخسارتهم لصالح الجمهوريين بين قوسين ترامب اللي اعتقدوا الكثير أنه انتهى، عاد بقوة إلى الحياة السياسية، والآن في تأييد شعبي واسع له حقيقة هذه في أوساط أمريكا، راح تخلي السياسات الأمريكية الصارمة تعود مرة أخرى. فالجماعة بالعراق عندهم سنة، إذا طولت طبعاً السنة احتمال ما راح تشكل حكومة بالمناسبة. هسه الأمريكان شنو دخلهم هنا؟ طيب الأمريكان يقول don't touch the file، هسه هنا الفايل العراقي خافون، يقول لك خاف نمسه ونتورط، خاف نعوفه ونتورط. عندهم قلق واحد فقط الآن من ما يحصل في العراق، إنه النفط قد يعبر حاجز المياه. يعني اليوم صح، مجرد الخبر انه جماعه وصلوا على ابواب الخضراء، على ابواب الخضراء عبر دولارين النفط، وطبعا هنا ياثر على المواطن، هنا اولموست 6 صار يعني تقريبا بستة الجالون، كان بدولار ونص، لاحظ شنو الدكتور صحيح هذا صح. يعني بنحكيه حتى الشعب العراقي يعرف اهميه وضعه حبيبه واهميه ثروته. بست دولارات اليوم المواطن الامريكي ما يستطيع ان يدفعها، ولذلك الامريكان خائفين انه قد يصير اشكال في العراق، هذا الاشكال قد يؤثر على ارتفاع اسعار النفط. حاولوا لاول مره بتاريخ امريكا تطلب تستجدي من السعوديه نزلين اسعار، خفضين زيدين الانتاج حتى يخفض السعر، ما قبلت السعوديه، راحوا على اوبك ما قبلوا. اذا يعني امريكا مو هي امريكا اللي كانت، مو امريكا ضعيفه، لا سياساتها ضعيفه، وهاي فرق عنها خاصه بالشرق الاوسط. نعم نعم، هاي النقطه شنو تاثيرها على العراق؟ إذا الأمور ما حسمت بالعراق بشكل منطقي عقلاني، وهذا صعب ومستبعد بصراحة، لأن الصدريين بين نارين، خل أحكيك إياها بكل صراحة، تحديدا السيد الصدر بين الجهات العربية اللي دعمته واللي يعني دعمته حتى يتمكن من هذا الفوز، وما بين إيران اللي تعتبر آخر محطة لإمبراطوريتها هو في العراق، ولذلك هو ما بين نارين. إذا استسلم إلى إيران ذلك الجماعة ما راح يعوفوه، تعرف كيف؟ وإذا استسلم إلى هؤلاء إيران ما راح تعوفه. هاي نقطة مختصر مفيد، لذلك هو اليوم حتى رفض دولة القانون بالتفاوض، أي بمعنى الخيال اللي عندنا أنه نعتقدهم راح يجون ويقعدون حبايب، هاي الشغلة ساعد الدول هاي ساعة. أيوة راح بس أبطني هاي لأن الوقت يداهمني، راح نجيب رئيس وزراء توافقي حتى يمرر مصالح الدول الإقليمية والدولية ويمشي السكة. ما أعتقد، بس رئيس وزراء مواطني
اقلها نقدر نعرف هاي الشكل، بس توافق ومتوافق هاي القضيه. لذلك اقول هاي امريكا ايران اخر محطه لها، باختصار راح احكي اخر محطه لها العراق، لا لبنان لا سوريا كلها مو مهمه. الدول الاخرى اسرائيل مبدا التطبيع تعتقد الملف في العراق، تعتقد الاهم ملف لاسرائيل هو لا مصر لا فلان لا علان. صح، المحور الاساسي هو العراق، اذا العراق انتزع منه التطبيع اسرائيل في خير وسلام. جميل استاذ محمد، القفله يمك بهاي الجمله اللي ذكرها المهمه استاذ احمد. اي تفضل سريعا. دكتور قصي، يعني يفترض برئاسه الوزراء ان تكون بعيده جدا عن سياسه المحاور والمواقف، بمعنى لا لسياسه المحاور الشرقيه والغربيه والشماليه والجنوبيه، ولا لسياسه المواقف، يعني لا يكون موقف العراق بناء على قضيه معينه من دوله معينه ويبني سياسه عليها الزراعيه والاقتصاديه والتجاريه. يعني يفترض ان يكون رئيس الوزراء، خليني اقول هالشكل، مو الكتله الصدريه الاكثر عددا، خليها تتحمل المسؤوليه بتشكيل الحكومه، وبالتالي تستطيع الكتل الاخرى مراقبتها والاعلام يراقبها والبرلمان يراقبها، وبالتالي نستطيع تشخيص المشكله. اما اذا كان رئيس الوزراء توافقي كل شيء مستريات راح يكون، يعني يوافق على الكتل كلها، وقال لك اياه، قال لك اياه راح نروح الى رئيس وزراء يمكن لا وطني، مشكله. اقول لا تستطيع محاسبته، لا تستطيع كتله محاسبته. لماذا؟ لان اي كتله تدعي انها تريد ان تحاسب رئيس الوزراء ستقول لها الكتله الاخرى انه انا احاسب وزراءكم، وبالتالي خلي الكتله الصدريه تشكل هذه الحكومه وهي تتحمل المسؤوليه، ونرى هذه يعني الاربع سنوات المقبله. جميل جميل، هذا هو جميل. دكتور محمد الطائي النائب السابق والسياسي المستقل، شكرا جزيلا لجنابك، وشكر موصول ايضا للدكتور احمد الابيض السياسي العراقي المعارض، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا الكرام، في الختام، السيناريوهات الخطيره اللي تتحرك بالمنطقه تحتاج رجال دولة، والآن الصراعات اللي محتدمة الآن على المحك هي تريد المناصب وتريد إدارة السلطة لا إدارة البلاد، وتقديم رجل ممكن أن ينقذ العراق من وسط هذا الخراب. فالمهمة مستحيلة، وأنا أتصور لعل الخير قادم. السلام عليكم.